مرحبا بكم أحبة المتابعين من الصفحة الأولى في اليمن الزراعية. أتواصل معكم مهندس محمد حجر. طبعا الليلة في ضيافتي اثنين من رجال الأعمال في مجال الزراعة والمشاتل هنا من سيئون، مدينة السلام ومدينة القلوب الطيبة صراحة. حياكم الله أخوتي. إيش اللي أطربكم صراحة؟ أنا أول شيء أتعرف عليكم. يوسف حسين الحسني من سيئون. كمال حسين الحسني، حياكم الله. إيش اللي طربكم وخلاكم تدخلوا في هذا المجال؟ طبعا اول حاجه حبينا نطور مجال الزراعه في المنطقه عندنا، لانه مجال الزراعه عندنا محصور على عده محاصيل معينه. نعم. حبينا انه ندخل على محاصيل اخرى وجديده وننوع المصادر الزراعيه في سيئون، ونستفيد كذلك من خبرتك يا مهندس في هذا المجال. حياكم الله. طبعا الجماعه الليله في ضيافتي هنا في صنعاء في مشترنا، وصراحه هم دائما يحبون ان يصلوا الى اشياء جميله جدا، والليله اهدوكم هديه جميله ومفاجاه ايضا، وهو العلب الخارجي والعلب البلدي التفاحي. نعم. موجود. نعم. وسوف ان شاء الله يدعمونا به ونصوره وننزله لكم وراح نبيعه لكم باذن الله. باذن الله. تحياتي لكم المهندس احمد حجر، دمتم بخير.